البيت الوحيد الذي شكل لي مشاكل كبرى في عند المتنبي هو عندما يقول: والظلم في شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يعدل. والظلم في شيم النفوس، الظلم هذا هو الذي ربما هو الغريزة يعني التي تجعل الدولة دائما وابدا يعني تميح ويقع الاستيلاء عليه. لكن في نفس الوقت أنا قلت أنه يمكن أن نعارض هذا البيت وأن نقول: والعدل في شيم النفوس فإن تجد ذا زلة فلعلة لا يعدو. وجود غريزة العدل وغريزة الظلم هو الذي سيجعل الصراع متواصل إلى أبد الأبدين. كل ما هنالك أننا يجب أن نختار موضوعنا وأن يجب أن نحارب من أجل انتصار العدل دون وهم، وعندما يرجع الظلم تعود الأفعى ونعود لها بالنعال. شكرا جزيلا على صبركم.